مواقف إنسانية هترجع ثقتك في البشرية. أول مشهد معانا سجلته الكاميرات في مستشفى بتركيا أثناء الزلزال. الممرضات اللي في المستشفى جريوا على غرفة المواليد وفضلوا ماسكين الحضانات ومثبتينها طول فترة الزلزال. أما المشهد ده فتم تصويره قدام واحد من مطاعم الشيب براق بعد ما قرر يتبرع بمحتويات مخازن المطاعم بتاعته للمتضررين من الزلزال. أما الراجل ده فدخل وسط مية الفيضان علشان ينقذ الولدين دول، وبالفعل نجح. ورجل الإنقاذ ده ما فقدش الأمل وفضل يحاول لساعات علشان ينقذ طفل من تحت أنقاض الزلزال، ورغم إن العملية كانت مستحيلة إلى إنه في النهاية نجح. قول لنا في التعليقات أكتر موقف عجبك فيه.